وينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد عمر محمد. عمر، واشنطن تفتح تحقيقا على أساس أنه هذا هو هجوم سبراني. أريد أن أعرف منك ما هي الأسباب أو الملابسات اللي على أساسها واشنطن ذهبت بهذا الاتجاه أو هذه الفرضية؟ أهلا داليا، قبل أسبوع من الآن تعرضت العديد من الشركات الأمريكية، واحدة من كبريات شركات اللحوم أيضا تعرضت لما يعرف بهجوم الفدية، وأشير إلى أن إحدى جماعات القرصنة الروسية قد تكون مرتبطة بهذا الأمر. هنا في الولايات المتحدة وتحديدا في منطقة أشبن بولاية فيرجينيا، أكثر من 75% من القدرة الاستيعابية للمخزون المعلومات السحابية في العالم. هذا يفسر لماذا أغلقت العديد أو توقفت عن العمل العديد من المواقع في أوروبا، في المملكة المتحدة، في الصين، في أستراليا، في الولايات المتحدة. ما جرى أن هذه الشركة تعرضت لخلل ما، لم تفصح الشركة عن ماهية هذا الخلل، لهذا دخلت الوكالة الفيدرالية، وكالة البنى التحتية والأمن السبراني على الخط للتحقيق في ما يجري. من بين الأمور لربما والقرائن التي تشير إلى تورط من نوع ما، أن الهجوم أو أن ما جرى كان الخلل كان انتقائيا، كان باتجاه كبريات الشركات الأمريكية، كان موجها ضد أمازون، باي بال، شركات تتعلق أيضا ببيع المحتوى الإلكتروني. أيضا من ضمن الخلل شمل المواقع للحكومة البريطانية، أيضا شمل يعني شركة باي بال وهي واحدة من كبريات الشركات بالشؤون المصرفية أو التحويلات المالية في الولايات المتحدة والعالم. هذا الأمر لربما يدفع باتجاه التحقيق أن الأمر لربما كان هجوما سبرانيا. الشركة وهي شركة فاسلي، واحدة من الشركات، مقرها سان فرانسيسكو لكن خدماتها السحابية موجودة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن على مبعدة 60 كيلومترا من هنا. طيب هذا التحقيق هل ستتبناه الشركة يعني لوحدها فقط أم بالتعاون مع المواقع اللي حصل بها أيضا عطل؟ ونحن نتحدث هنا عن الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية كذلك. عمر، هنا الشركة تقوم بأعمالها الفنية والتحقيق وفتح الأمر باتجاه طبعا الوكالة الفيدرالية، وكالة الأمن السبراني والبنى التحتية. لربما قد نسمع أن وكالات أخرى مثل الـ FBI قد تدخل على الخط بموضوع التحقيق، لكن الولايات المتحدة لديها من الخبراء من لهم القدرة على كشف هذه الخروقات من خلال البيانات التي ستتداول ما بين الشركة، شركة فاسلي، وبين المؤسسات الفيدرالية. إذن نحن بانتظار نتائج هذا التحقيق، وبانتظار أيضا ما ستعلق عليه وكالة الأمن السيبراني، وما ستعلق عليه الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية. لربما قد نسمع بيانا أو حديثا من المتحدث باسم البيت الأبيض. لك داليا، بانتظار كل ما سيجد في هذه القضية. من واشنطن مراسل الغد عمر محمد.